أول مركز للقاحات في منطقة عسير جنوب السعودية، يفتح أبوابه للمستفيدين والراغبين بتلقي لقاح كورونا في مدينة أبها بطاقة استيعابية تزيد عن 1600 مستفيد يومياً، ويضم المركز 11 غرفة انتظار ما قبل التطعيم و13 عيادة تطعيم، بالإضافة لثمان عيادات خاصة لما بعد التطعيم. نتقدم بجزيل الشكر لحكومة الرشيدة اللي الحقيقة أولت المواطن المقيم أولوية في للحفاظ على صحته والتأكد من سلامة جميع المواطنين والمقيمين من بداية الأزمة أزمة الفيروس كورونا بوضع جميع الاحتياطات الوقائية إلى وصلنا إلى مرحلة تأمين اللقاحات. احنا اليوم نتكلم من مركز اللقاحات في أبها، وأول مركز افتتح في منطقة عسير، افتتح قبل عدة أيام. بالأمس برضه افتتحنا مركز اللقاحات في محافظة محايل، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون إن شاء الله في مراكز اللقاحات في خميس مشيط والماص حدر فايدة. اليوم احنا طبعا نركز كثير على وعي المواطن في ضرورة أخذ اللقاحات. احنا الآن الحمد لله تغطينا مرحلة هامة والالتزام بالاحترازات الوقائية. نؤكد اليوم على أهمية أخذ اللقاحات. إقبال كبير من أهالي المنطقة لتلقي لقاح كورونا بعد بدء عمليات التطعيم، وسلاسة واضحة في الإجراءات والتنظيم. أخذت منا يمكن حالة دقيقتين تقريبا من الدخول إلى أن أخذت التطعيم وبكل سهولة. تهدف صحة عسير بالتنسيق مع وزارة الصحة للتوسع في مراكز اللقاحات للتأكد من وصول اللقاح إلى كافة المواطنين والمقيمين في المنطقة. محمد الجميري، MBC، أبها.